أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل تنصحوننا يا شيخنا بحفظ النونية كاملة أو جزء منها؟ يا أخوان، أنا قلت لكم كم مرة، ما هو المقصود الحفظ فقط، المقصود القراءة على أهل العلم، تحفظ وتقرأ على العالم يشرح لك، هذا المقصود، تجمع بين الحفظ والفهم، ما هو فهمك أنت، تتلقى هذا عن العالم اللي يوضح لك هذه الأشياء. فإذا تيسر لك عالم تحفظ عليه النونية أو غيرها شيء طيب، أما مجرد حفظ فقط من غير فهم تلقي عن أهل العلم هذا ما يفيدك شيء، هذا تعب بلا فائدة. النونية مطبوعة الحمد لله ومشكلة أيضا، إذا حفظتها أنت من غير فهم الكتاب أحسن منك. نعم.